تركيا ستكون ضيف شرف هذه الطبعة للمرة الثانية. هذه التظاهرة الاقتصادية تؤكد سنويا مكانتها كأهم حدث اقتصادي، وتؤكد أيضا نشاهد وصول السيد رئيس الجمهورية إلى قصر المعارض بصنوبر البحري، وهو الآن يصافح مستقبليه من المسؤولين. هذه الصور مشاهدينا الكرام نذكركم بأنها تأتينا مباشرة من قصر المعارض بصنوبر البحري لإشراف السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.